دكتور عمرو مجدي استاذ جراحه التجميل بطب عين شمس. النهارده احنا في المؤتمر الـ40 لجمعيتنا اللي دايما بنوقرها ونحبها، الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح، الجمعيه اللي يعتبر اعلى جمعيه في الشرق الاوسط. من سنه 62 احنا ابتدينا الشغل بتاعنا، طبعا احنا جينا في اوقات غير كده اجدد شويه. الجمعيه ديت هي الام اللي بتجمع جميع جراحه التجميل في مصر، يعني بنتشرف بالانتماء لها بغض النظر عن جامعاتنا، لان هي دي اللي بتلمنا وهي دي اللي مديانا كياننا كجراحين، وهي اللي بتعمل لنا كل ما هو جديد بتورهولنا في جراحه التجميل. يمكن انا كان ليا خبره قبل كده في اداره الجمعيه في كسكرتير الجمعيه عده سنوات، وشفت قد ايه المصاعب اللي موجوده. فالنهارده بصراحه بالمؤتمر اللي انا شفته دوت، فيعني احيي المجلس الاداره الحالي بقياده طبعا السكرتير اللي هو الدكتور عاطف امام، ورئيس الجمعيه الدكتور احمد ماجد المفتي، وكل التيم اللي معاه، الدكتور هشام عياد والدكتور ايمن ابو مكارم وجميع بصراحه اعضاء مجلس الاداره. يعني الدكتور عاطف عامل شغل كبير قوي وعامل مجهود عظيم. المؤتمر من اول ما دخلنا انبهار بالمكان وانبهار بالترتيب، وطبعا البرنامج لما شفناه طبعا برنامج متميز جدا. ولاول مره كان في النهارده يمكن على مستوى الشرق الاوسط يبقى في مؤتمر جراحه التجميل في دوره تدريبيه عمليه على هاندز اون، يعني في تشريحيه طبعا في المشرحه او على جثث موجوده. ودي طبعا تعتبر نقله حضاريه جدا ونقله تعليميه ممتازه جدا، ولقت اقبال شديد. يعني كان في يعني تضارب من الجونيور ستاف او اخواننا الصغيرين على حضور هذه الدوره، وكانت يعني اسراء وخطوه جديده ان شاء الله تبقى يعني هي تبقى عنصر ثابت عندنا في كل مؤتمراتنا. والمؤتمرات التعليميه طبعا او الندوات التعليميه او الورك شوب او ورش العمل بتبقى من الحاجات المتميزه اللي بتجذب كل اعضاء لينا. فان شاء الله جمعيتنا في تقدم مستمر بالقياده الحكيمه وباختيار الاعضاء للمجلس الاداره المناسب، وان شاء الله يعني نشوفكم دايما في كل المؤتمرات على خير باذن الله.